حقيقة نتحدث عن تنفيذ عمليتان بالأمس بعد منتصف الليل في تحديدا في مناطق أو مستوطنات شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة. كان هناك سيارتان اتجها من شارع رقم 90، أحد هذه السيارات توجه إلى جوش حاتسيون والثاني توجه إلى كرميتسور. نتحدث حقيقة عن عملية مفخخة لسيارة، انفجرت هذه السيارة وأصابت لواء، كما تحدثت القائد لواء كتيبة جوش عاتسيون، وبالتالي أيضا أصابت جندي آخر. هذه الإصابات تتراوح بين متوسطة لطفيفة، وأيضا إصابة عدد من المستوطنين. حتى الآن يعني الحديث أن القوات الإسرائيلية توجهت بشكل مكثف إلى منطقة إلى تلك المنطقة، وأيضا قامت بإغلاق جميع المداخل ومخارج مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وتواجد أعداد كبيرة ومكثفة من القوات الإسرائيلية. الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن تحييد المنفذين، وأيضا حركة حماس كانت قد علقت على هذه العمليات وتحدثت بأن إسرائيل لن تنفرد في الضفة الغربية المحتلة بهذه العمليات العسكرية. نذكر بأن العملية كانت قد نفذت بعد 3 أيام من بدء العملية العسكرية الموسعة في الضفة الغربية المحتلة، وبطبيعة الحال مثل هذه العمليات يصعب للاستخبارات الإسرائيلية من يعني تفاديها، لأنه لا يوجد لديهم أي معلومات سابقة. لذلك معظم هذه العمليات الفردية تنجح بنسبة 90% أو أكثر حقيقة في الضفة الغربية أو حتى في المناطق المختلفة، بالرغم من انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية والحواجز طبعا التابعة للجيش الإسرائيلي. طيب، هل ما زالت مروحيات الجيش الإسرائيلي تحلق في سماء الخليل بحثا عن مطلوبين لنا؟ بالطبع لا، لأن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن بأن هو قام بتحييد منفذي هذه العمليات، ولم يكن هناك أي خطر حتى اللحظة على المستوطنين، بمعنى أنه ببداية هذه العملية طلب من المستوطنين القريبين من العملية أو موقع العملية بالبقاء داخل منازلهم، ولكن بعد ساعتين فقط من يعني انتهاء هذه العملية طلب منهم العودة إلى الحياة الطبيعية، بمعنى أن الخطر قد أزيل حسب طبعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. هل من إجراءات أمنية أعلى مستوى اتخذها الجيش الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية تحسبا لتكرار مثل هكذا حوادث في مناطق الضفة الغربية لنا؟ حقيقة مثل هذه العمليات هي يعني منذ بداية الحرب على قطاع غزة هي موجودة، ولا يستطيع الجيش الإسرائيلي إنهائها أو حتى يعني عدم تنفيذها أو تقليل من عددها، لأنه بطبيعة الحال بالرغم من يعني انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية هناك أعداد كبيرة بالمئات من الحواجز في الضفة الغربية المحتلة منتشرة، سواء على المداخل المدن الفلسطينية أو على مداخل المستوطنات وما إلى ذلك، ولكن بالرغم من الانتشار الموسع والمكثف للقوات الإسرائيلية هذه العمليات كما تحدثنا عمليات فردية معظمها، لذلك يصعب على القوات الإسرائيلية إحباط مثل هذه العمليات.